السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في حلقة جديدة. نتمنى تكونوا كلكم بخير. في هذه الحلقة إن شاء الله غنشوف واحد الوثائقي اللي درتو على سنة 2020 وكنتمنى يعجبكم، فخليكم معنا. فكل شيء بدا من البوناني ديال 2019. دقيقة هادي ما تعرفش شنو هو يطرح، فهمتي؟ مابقاش 5 دقائق ان شاء الله يا ربي دوزها بخير، وبغينا نشوفوا ان شاء الله من وراء هذا العام كل شيء مزيان، الامور بسلام، يكونوا شي حوايج اللي ما فهمتي يكونوا 5 دقائق دوز بسلام، ونتمنوا هذا العام يدوز يكون عام مليء بالافراح والسعاده، ونتمنوا جميع المغاربه سنه سعيده وبالتوفيق. الله يسهل على الجميع. اللي عندو شي حبيبي يسول عليه. وبطولة 20 هذا العام ان شاء الله ديال الوداد. ديما خضراء. ديما وداد، ديما وداد. تنقول ليه تصور ما نتمنوا هذه السنه تدخل عندنا بالخير وبالجديد ان شاء الله. لا الحمد لله، الحمد لله كل شيء دايز مزيان، ما كاينش داك السنوات اللي كانوا قبل كانوا يعني كانوا كيقعوا كوارث. الحمد لله هذا العام هذا الحمد لله داير كل شيء مزيان، الامن داير الواجب ديالو، ما كاينش شي خسارات. هذا هو الفضل لها ديال السنه دي. أعلن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من 6 مساء من يوم غد الجمعة. وقال الفتيت إن المواطنين سيسمح لهم بالخروج بعد حصولهم على وثيقة رسمية توفرها لهم رجال وأعوان السلطة وتسمح لهم بالخروج. سلامت وليداتنا أمهاتنا وأبانا، كلنا فقط نحن المغاربة، خوتي خواتاتي خويا اختي مي با ولا الدار، الله يسامحكم إلا ما عندكمش علاش تخرجوا
فنعطي رايي ونعطي كلامي ونقول اللي كنحس به. هاد الكورونا قسما بالله وقسما عظما وقسما عظما ما كاينش يكون. ايه الحكايه؟ انا شاهمة حاجة اطلاق. كاين الله تعالى وتبارك وكاين اللي طابس كرموستو كتجنى كما كنقولوا اللي طابس كرموستو كتجنى. هاد الفيروس يقدر يكون حنا كيكون شي عام عندنا دجاج كل وحده عندها 40 دجاجه في الدار. كيجينا واحد المرض ما كيبقاش دجاجه عند المراه عندنا في الدوار. كيجينا المرض الكسيده كيتبقى تموت لنا الغلم. المهم هاد الفيروس ما كيجيش غير بنادم كيجي حتى الحياه. بقول لك ايه الماجستير ده ادى الاعداديه ولا بعد موت؟ كذلك ومثال وليداتي الله يعطيكم الستر ما تخلعوناش بزاف وخا يكون ستروه شويه. ولكن بيل غيتس كان سباق. بيل غيتس اللي ما تعرفوش هو اللي كان تيملك شركه مايكروسوفت فهو تنبا بالفيروس قبل سنوات. We're not ready for the next epidemic. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Let's look at Ebola. There's three reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. خرجت شي اشاعات سمعنا باللي غادي يديروا لنا شي رقاقه الكترونيه شي لعيبه بحال كارت ميموار شنو داكشي قالك غادي يديروها لنا مع التلقيح. ما القضيه جاتني غريبه. السلام عليكم خويا، بغيت شي توضيح بخصوص التلقيح بالشريحه الالكترونيه واش بصح ولا ما عنديش فكره واش هادشي غيكون بصح ولا، ولكن هادشي اللي كيدعوا ليه بيل غيت هذا واحد النوع من الاستعمار اللي 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 اللي, اللي بغى يرجع به. بيل غيت بغى يرجع الناس بحالهم بحال التليفون. حاليا كنهضروا على هاد الرقاقات اللي كيكونوا في جسد الانسان. كاينين تجارب، كاين مثلا في التتبع ديال الكلاب وهذا راه كيديروا لهم هذيك الرقاقه باش كيتابعوهم فين ما مشيتي كيعرفوك فين، تعرفوا داك الكلب واخا ما عرفت فين تديه تعرفوا داك الكلب فين كاين. كيديروه الان العيالات اللي ما بغاوش يولدوا كيديروا هاد الرقاقات. المشكل في هاد الرقاقات هادو هو ان السي بيل غيت بغى تيدعم واحد المشروع ديال شي ايادي خفيه بغاو يردوا الانسان مثلهم مثل الروبوت، يعني انهم يوليو يطفيوك ويشعلوك يخليوك تولاد يخليوك ما تولادش يتبعوك فين كاين يقدروا يمرضوك. يعني انا شخصيا ما غنسمحش ان شي واحد يخشي ليا هذيك الرقاقه هنايا في الجسد ديالي، لان تو سامبلومون بغاو يردوا الانسان بحال البورطابل.
هذا هو الهدف ديالهم. بغاو يتحكموا في البشريه. Eventually what we'll have to have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely block off the ability for those, you know, people to go there and come back and move around. I doubt even if you told people that they should be buying new houses and cars and you know, hanging out in restaurants, I doubt they're going to want to do that. You know, people want to protect older people, they want to protect their parents. And you know, so the sooner you know we take this medicine, which is tough medicine, the sooner. وباء كورونا ما كانش عنده غير سلبيات ديالو، فكان عنده حتى ايجابيات، فجعل المغاربه يكونوا متحدين بحال هكا. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتعبئة كافة الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا، عملت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على توحيد جهود عدة فاعلين من أجل تصميم وإنتاج جهاز للتنفس الاصطناعي مغربي الصنع. 20 باحثا ومهندسا ومصنعا تمكنوا من إخراج هذا النموذج الأول الوجود في أفق استكمال كل تجهيزاته مستقبلا. طريقة باش خدمنا We're not sure at the moment. It's really too early to say whether there is a link. لحد الآن كل شيء مزيان. حتى شوية سمعنا عاوتاني خرج لينا واحد دبور من أمريكا. شوية عاوتاني سمعنا خرج عاوتاني ناموس في أوروبا. شوية تنسمعوا زلازل والعافية شاعلة في غابات. تحمل سنة 2020 الكثير من المفاجآت غير سارة، وآخرها الخوف والهلع لدى الناس من خطر الإصابة بلدغة دبور الأسيوي القاتل. الدبور الأسيوي العملاق هو دبور ضخم يصل طوله إلى 5 سنتيمترات، قادر على تدمير مستعمرة نحل كاملة، ولسعته مؤلمة جدا، وبإمكانه أن يقتل البشر والحيوانات الذين يعترضون طريقه. وقالت خبيرة علم الحشرات الأستاذة جنان الحربي نقلا عن نيويورك بوست أن الدبور القاتل لديه فم يشبه المقص